السياج الأمني لمحيط بمدينة سامراء له تأثير كبير، خصوصا اليوم أصحاب الدخل المحدود اللي يمتلكون أراضي خلف هذا السياج. هنالك ما يقارب 5000 مقعة سكنية، أغلبها هي تعود إلى مواطنين. هاي الأرض المواطن يحلم بها أن يكون إلى وطن. اليوم هاي الأرض هي وطن بالنسبة لهذا المواطنين البسطاء، لكن اليوم يصعب عليه أنه يبناها، يصعب عليه أنه يبيعها، يصعب عليه أنه حتى ممكن أنه يلقى نظرة عليها ويشوفها. لا هي أكو بيها أنه ممكن اليوم أسعارها، هي بسبب أيضا تدني أسعارها، ممكن اليوم واحد يقدر يجمع له شوية مبلغ بسيط ويروح يشتري قطعة الأرض هاي، يتأمل أنه يرفع هذا السياج أو يتحول إلى مكان حتى تطلع هاي الأراضي ممكن استغلالها، لكن ماكو جدوى. اليوم المواطن البسيط لا يمتلك نفوذ ولا يمتلك أيضا المال أنه ممكن يحول هذا السياج الأمني. تعرف هذا السياج الأمني اليوم القوات الأمريكية حقته اليوم يعني انتفت الحاجة إلى، ممكن اليوم القوات الموجودة قيادة عمليات سامراء شرطة محافظة صلاح الدين ممكن انه هذا السياج يتزحزح الى مكان اخر ليتسنى الى هؤلاء المواطنين اليوم بناء هذه الاراضي استغلالها. من المعروف انه مدينة سامراء تعيش ازمة سكن، وبنفس الوقت المشاريع الاستثمارية السكنية هي تكاد تكون معدومة في مدينة سامراء. منذ السقوط الى حد الان لم ينفذ اي مشروع سكن في مدينة سامراء ربما ليحل من ازمة السكن اللي موجودة، لكن لا الحكومة لها دور في بناء مجمعات سكنية لحل أزمة السكن هاي، ولا هي تساعد المواطن اللي هو بفلوس اليوم مشتري قطعة الأرض هاي انه تحل مشكلة هذا السياج الأمني، حتى المواطن اليوم يقدر يندل قاعة، يقدر يبناها، يقدر يبيعها. يعني اليوم اكو مواطنين ماخذين القاعة بمبلغ قبل مبلغ عالي، هسه ما نجيب لها 5 ملايين او 6 ملايين. فنتمنى انه تكون صوره حل هذا الموضوع، صوره حل جديه وباقرب وقت ممكن. يعني